بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الجو هيكون كمان لطيف في أول الليل ومايل للبرودة على آخره في كافة الأنحاء، وفي سقوط للأمطار خفيفة إلى متوسطة وقد تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والوجه البحري ومدن القناة وكمان شمال الصعيد، وممكن الأمطار دي تمتد لحد مناطق القاهرة الكبرى بس بالليل على فترات متقطعة. ده غير أنه النهاردة كمان في أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة برضو. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس بتنضم لنا على التليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بيكي. اهلا بيكي. طمنينا عن حاله الطقس النهارده، خصوصا ان في امطار حاسين بيها، يعني من شويه كان في سقوط امطار هنا وفي سحب كمان ملاحظينها وشايفينها. بالفعل اليوم هنشهد بعض التقلبات الجويه السريعه، وبالفعل بدات منذ الساعات الاولى من الصباح بدا تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على مناطق متفرقه من شمال البلاد. في بعض المناطق شهدت سقوط امطار كانت متفاوته الشده. احنا بنتاثر طبعا بامتداد لمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا مع كتل هوائيه شماليه رطبه قادمه من على البحر المتوسط، هيعملوا على حاله من التقلبات الجويه. اهم عنصر فيها اليوم هو طبعا سقوط الامطار اللي هيكون كميات أمطارها ما بين الخفيفة إلى متوسطة وقد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الشرقية، بعض المناطق من وسط سيناء، مدن القناة، محافظات الوجه البحري، أيضا محافظات شمال الصعيد. الأمطار كميتها هتزيد مع فترات المساء. القاهرة الكبرى أيضا هتشمل فرص سقوط الأمطار، هتبدأ خلال فترات اليوم أمطار خفيفة، مع تقدم ساعات النهار وساعات المساء هتبدأ كميات الأمطار تزيد وتكون أمطار متوسطة. أغلب المناطق الشمالية بتشهد سقوط أمطار، بالإضافة كمان أن اليوم أيضا في فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الغربية، مطروح، العلمين، الإسكندرية. المناطق دي أمطار خفيفة، لكن باقي المناطق الشمالية هتكون أمطار من خفيفة متوسطة. بعض المناطق ممكن تلاحظ الأمطار المتوسطة والرعدية، يعني هيكون معها كمان ضربات للبرق والرعد. بالإضافة كمان أن اليوم مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة هيخلينا نحس بوجود انخفاض في درجات الحرارة. الطقس خلال فترة النهار من معتدل الحرارة إلى مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشمالية حتى محافظات شمال الصعيد. طقس طبعا حار على محافظات جنوب الصعيد خلال فترة النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس تماما هيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. الأجواء خلال فترات الليل متأخرة والصباح الباكر الأجواء دي هتكون أجواء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية. الحالة الجوية اللي احنا بنتكلم عليها دي هتستمر معانا حتى صباح غدا الأحد إن شاء الله، مع يوم الأحد وفترات النهار هتبدأ كميات الأمطار تقل وتنحصر في المناطق الشمالية. مع يوم الخميس هنبدأ نخش في استقرار في الأحوال الجوية ومتوسط درجات الحرارة ما بين 27 و 28 درجة مئوية. طيب مع الأجواء المضطربة شوية اللي احنا بنعيشها اليومين دول، نقدر ننزل اللبس الشتوي ونلبس شتوي ولا نستنى لحد 30 ديسمبر حسب الحسابات الفلكية انه فصل الخريف ينتهي في 30 ديسمبر اللي جاي؟ يعني هو احنا لسه في الفصل الخريف. دايما فترات النهار في خلاف التقلبات الجويه بنحس بالدفء فترات النهار، الاجواء المائله للبروده فترات الليل. احنا لسه بنرتدي ملابس خريفيه، دايما نفضل ان احنا يكون معانا جاكيت لما نحس بانخفاض درجات الحراره فترات الليل نرتديه، لكن الملابس الشتويه الثقيله او الملابس الشتويه بصفه عامه تكون ان شاء الله في شهر 12 مع بدايه فصل الشتاء اللي هيبتدي 21 ديسمبر. لكن مهم جدا اليوم وغدا وخلال الايام القادمه مع سقوط الامطار، خاصة في أغلب مناطق الشمالية هتشهد سقوط أمطار ممكن تبقى أمطار كميتها كبيرة، فلازم نبتعد تماما عن أعمدة الإنارة، أكشاك الكهرباء، ألواح الإعلانات المعدنية الموجودة في الشوارع. مهم جدا قائد المركبات والمسافرين على الطرق القيادة بهدوء تام، يتبعوا كافة تعليمات المرور أثناء سقوط الأمطار، وإن شاء الله السلامة للجميع. نشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي بعد ما عرفنا تفاصيل حالة الطقس النهاردة، نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. نبدأها بالقاهرة، العظمى فيها 27 والصغرى 20، العاصمة الإدارية العظمى فيها 26 والصغرى 19، اسكندرية 25-19، العلمين الجديدة 25-17، مطروح 25-18، دمياط 25-21، بورسعيد 26-21، الإسماعيلية 27-18.
السويس العظمى فيها 27 والصغرى 19، العريش 25 20، كاترين 21 13، طابة 29 21، حلايب 27 23، شلاتين 31 23، شرم الشيخ 30 22، الغردقة 30 23. نروح للفيوم العظمى فيها 28 والصغرى 18، بني سويف 27 17، الوادي الجديد 32 15، أسيوط 28 17، سوهاج 30 18، قنا 31 19، الأقصر 31 18، وأسوان العظمى 31 والصغرى 19. وبعد ما عرفنا حالة الطقس وكمان اتعرفنا على درجات الحرارة، نرجع لمنى ومصطفى نتابع معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا.